يا رب انك ايه خلصت علينا من اصعب مشاكل، لانك انت هو الهي انت كامل وحدك، ونورك يا رب معايا النور، بنتك اسمها تلاقينا عندنا، وغيرك مستقيم الخوف، لا بد من البركه، لا بد من التسبيح، لا بد من التكبير، ايها الاب والاب والروح القدس، الكامل والسمات والاب الامين، جاي الى رب الرب، واتركني اسمك ورائي، ان يخبر بحق الادوات وحق كل ليل، قدوس الله، قدوس الخالق، قدوس الحي الذي
Yeah.
Thank you.
وشريكك في الخدمة الرسول
يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بلغات جديدة يحملون بأيديهم الحياة ولا تذيهم وإن شربوا شيئا مميتا فلا يضرهم ويثبت الكلام بالآيات التي كانت تتبعه تقصر أعيادنا في هذه الفترة فأولا نفرح بأفراح الميانة وبالقيامة والقيامة صارت النصرة وفتح الفردوس فصرنا نحتفل بأعياد القديسين وهذه الفترة من العام غنية بأعياد القديسين. اليوم بنحتفل بأحد أعياد القديس ماري يوحنا الحبيب وهو التلميذ الحبيب البتول والرائي واللاهوتي والرسول وابن الرعد وله ألقاب كثيرة تميز بها ومن ضمن الرموز التي يرمز بها إليه النسر كل بشير من البشائر له رمز متى يرمز إليه بإيه؟ بالإنسان لوقا بالثور مرقس بالأسد أما يوحنا فبالنسر وهو ملك الطيور ذو العين الصائبة عين النسر دي تشوف على مسافات بعيدة بعيدة قوي ينشد كده على الفريسة من مسافات بعيدة جدا النسر أيضا أقوى الطيور
ويحلق على مسافات عالية جدا. ولذلك يرمز للقديس يوحنا بن نسر، لأنه حلق في السماويات وفي اللاهوتيات أكثر من تكلم عن لاهوت السيد المسيح له المجد. أكثر واحد كشف وأعلن لنا عن الحياة الأبدية، وأعلنها لنا كشاهد عيان يعلن عن يقين وقوة بأسلوب ولهجة تختلف عن غيره. فيه مصداقية، والمصداقية تعطي قوة وبرهان، فيبدأ برسالة الأولى يقول الذي كان من البدء. الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت، ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم شركة أيضا معنا. أما شركتنا فهي مع الآب ومع ابن يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. فهنا يعلن على الحياة الأبدية التي أظهرت، ويعلنها ليس بالكلام المجرد، ولكن العجيب والجميل ببرهان الحواس أيضا. إلى الذي رأيناه وشاهدناه، يعني يأكد كمان
أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. هي دي الحياة الأبدية، معرفة المسيح والإيمان به، اللي هو قال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد. هذه الإعلانات تميز بها القديس يوحنا الحبيب بقوة. والجميل إن هذه الحياة الأبدية لسنا موعودون بيها إن إحنا نحياها في المستقبل فقط، ولكن نحياها من الآن، بنعيشها دلوقتي، واللي يعيشها بيبقى في سمات، في علامات، في ترمومتر يبين احنا عايشين في الحياة الأبدية واحنا على الأرض ولا لا. يقول: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. ونحن نعلم أن كل قاتل نفس ليست في حياة أبدية ثابتة فيه، لأن الحياة الأبدية ما فيهاش قرب، وبالتالي اللي يكره ويبغض يبقى مش عايش في السماء. اللي يتطلع للسماء كل حاجة بتظهر قدامه، بل بالعكس بيحول كل حاجة لحساب السماء، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: حتى إذا كان في ضيقات نفرح ونصر بالضيقات. ليه؟ لأن احنا عايشين في الأبدية، أما سيرتنا نحن فهي في السماويات، لأن خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر وأكثر ثقة المجد أبدي. ولذلك يقول: أكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. بنعيش الأبدية وإحنا على الأرض، بنبدأها هنا، مش منتظرينها فوق. صحيح المكافأة الكبرى والتمتع الأكبر فوق، لكن بناخد العربون هنا، بنستمتع هنا. ربط بين السماء والحياة الأبدية فوق وبين على الأرض. في سفر الرؤيا مليان، دايما الوقت بيبقى ضيق، بيبقى صعب الواحد يتكلم عن كل الأمور بالتفصيل، لكن في السماء يقول: ما فيش شمس ولا قمر. ليه؟ لأن الحمل هو شمسها، هو نور المسيح، هو نورها. وفي إنجيل يوحنا السيد المسيح: أنا هو نور الإيه؟ نور العالم. هو الينبوع اللي بيروي في السماء، وهنا في الأرض هو أيضا الينبوع اللي بيشبع، زي ما قال السامري: من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلا يعطش أبدا. وعشان كده تلاقوا الفطرة بتاعة الخمسين المقدسة معظم القراءات فيها جاية من إنجيل يوحنا،
بيتكلم عن السيد المسيح إنه هو خبز الحياة لنا. قدس يوحنا الحبيب هو الوحيد اللي ذكر هذا الموضوع بالتفصيل في يوحنا 6. تكلم إنه هو النور. دي كلها الحاجات شجرة الحياة دي في السماء، والمسيح هو شجرة الحياة بنتناوله على الأرض. مفيش حد هيكون له نصيب في الأبدية فوق ما لم يكن يبدأها هنا على الأرض. يبقى بيخدع نفسه اللي يقول غير كده. فهو الخبز بيدهولنا بناكله في صورة الجسد والدم دلوقتي، ممكن في الملكوت هناكله بصورة أخرى، لكن هو هو. في سفر الرؤيا كل حاجة
بتبقى من اروع الليالي ليله ابو غلامسيس بنقرا فيها سفر الرؤيا والكلام عن السماء واوصافها والبهجه والنور اللي فيها. فدي اعلنت له شافها رؤى العيان. لكن الجميل في شخصيته ايضا انه عاش هنا على الارض. هي السماء هيبقى فيها مين؟ السيد المسيح اللي عاش معاه على الارض وقرب منه جدا واتكى على صدره. عشان كده بيقول الذي شاهدناه الذي رايناه بيقول الذي سمعناه الذي شاهدناه الذي لمسته ايدينا ان هو ده الحياه الابديه. السماء هيكون فيها مين؟ الست العذراء ده كانت في بيته وعايشه معاه. الملايكة ده كانوا بيتكلموا معاه ويوروا له في سفره ويعلنوا له. القديسين وهو في صحبة القديسين والآباء الرسل. تفتكروا شخص زي القديس يوحنا اللي كل عشرته مع ربنا يسوع المسيح ومع الست العذراء ومع الآباء الرسل والإعلانات الملائكية وكل ده، إيه الجديد اللي هيعرفه في السماء؟ أبعاد أخرى، نفس الشخصيات بس بقوة إيه؟ أكبر. إزاي؟ أنا هقول لكم. القديس يوحنا خصوا السيد المسيح ببعض المواقف، من ضمنها مثلا حادث التجلي، لما تجلى ووجهه أضاء كالشمس وثيابه يعني صارت تلمع بيضاء لدرجة غاروا عيونهم كده من قدر البهاء. تفتكر واحد لما يشوف منظر زي كده أول مرة بيبقى فيه بهاء طبعا ومتاخد وفي رهبة، لكن لو المنظر ده تكرر عليه هيبقى اعتاده شوية مش كده؟ لكن نلاقي ربنا يسوع المسيح لما ظهر للقديس يوحنا في الرؤية كان ببهاء أكتر، هو ولكن درجة البهاء والمجد أكتر بكتير، حتى إنه يقول وقعت عند رجليه كميت. الله ده أنت شفته قبل كده، ده أنت اتكأت على صدره، لكن لا ببهاء أكبر بكتير بكتير بكتير، والعيناه كلهيب نار. فهنا بناخد العربون، نفس الشخصيات نتعامل معاها، ربنا يسوع المسيح، الست العذراء، القديسين، النعم السماوية، بناخد بقدر ما تحتمل قدراتنا الروحية وحواسنا الجسدية. تعرفين العين والودان والحاجات دي ليها قدرة معينة للسمع وللنظر، أكتر من كده لو ما حدش يقدر يحلق الشمس، عينينا المخلوقة المادية دي ما تحتملش، ممكن الواحد تضيع عينيه. الودان ممكن لو الواحد هيسمع كل اللي في الجو ده ممكن يعني تبقى مشكلة. الدنيا مليانة ذبذبات،
بيجيبها الراديو، بيجيبها التلفزيون، بيجيبها الحاجات دي. فاحنا حواسنا ليها قدر معين، فربنا بيعلن لينا بالقدر اللي نقدر نحتمله، لكن فوق بيزداد الممت. لكن عايز اقول البداية هنا، البداية هنا هو اللي اعلن احنا هنبقى ازاي. يقول ايه؟ الان نحن اولاد الله، ولكن لم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم اننا سنكون مثله لاننا سنراه كما هو، هنكون مثله. وده الايمان بتاعنا بالسيد المسيح، لانه هو الطريق، رسم لنا الطريق، هو الباكوره. اعلن لنا الكثير القديس يوحنا عن الابديه. عشان كده من الجميل جدا ان يلقب بالنسر، ملك الطيور، المحلق في الاعالي، غاص في اللاهوتيات، غاص جدا في السماويات. ده القديس بولس الرسول لما طلع السماء الثالثه، مش الملكوت، وحب يوصف ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر، امور لا يسوغ للانسان ان يتكلم عنها خالص. القديس يوحنا اعلن له الملكوت وما سيكون. وسر الله لخائفين، لان الذي احبه اظهر له ذاتي. في حاجات كده بيخص بيها البعض، زي ما بيقول في رؤيا 14، في ترنيمه مش كل حد هيعرف يقولها، لا، يقول لك لم يعرف احد الا 144,000 بس. فهنا في حاجات بتعلن لكل واحد حسب استحقاقه وقدراته، فهو اعلن له الكثير وتميز بهذه الاعلانات العظيمه والجميله اللي حببنا فيها بالسماء، اللي يغوص فيها يشعر بالغربه على الارض، واللي يعيش فيها ويعيش في شركة مع الله والملائكة والقديسين يشعر فعلا أن غريب عن هذا العالم، زي بيقولوا نزيل مثل أبائه، أن وطننا الأصلي، يقول أما وطنيتنا نحن حسب الترجمة الغربية فهي إيه؟ في السماويات. في ترجمة أما سيرتنا نحن فهي في السماويات، أو ترجمة أخرى أما وطنيتنا نحن فهي فين؟ فإذا كان وطننا السماء فبنعيش في الفترة اللي إحنا عايشينها ديت كأننا إيه؟ غرباء. فالواحد دايما يحن الوطن. زمان الواحد كان صغير قبل الواحد ما يفقد أحبائه، كان فكرة السماء وما بعد الموت دي حاجة مظلمة كده مجهولة. معقول الواحد يسيب حبايبه اللي يعرفهم ويروح في مكان ما يعرفوش، يقابل حد ما يعرفوش؟ كل ما الإنسان بيكبر ويفقد أحباء كتير، تبص تلاقي الإحساس يبقى عكسي، يشعر انه هيبقى غريب على الارض، واحبائه كلهم فين؟ فبيشتاق، مش يخاف، لا، ده بيشتاق، وخصوصا اللي يبقى عايش معاهم وهو على الارض هنا.
افتكروا اللي بيتقوت كل يوم من المسبح بجسد ودم المسيح له المجد، اللي في شركة مع القديسين وعايش ومتعايش مع سيرتهم واحتفالاتهم وأعيادهم وينظر إلى نهاية سيرتهم دايما، هيبقى مشتاق لإيه؟ مشتاق ليبقى مع أحبابه. عشان كده القديس يوحنا بعد ما شاهد الحاجات دي كلها لكن لسه على الأرض، شاف اللي لابسين ثياب بيض ومتسربلين بالمجد والمهاب، فبيسأل الملاك منين دول؟ قال له دول الذين أتوا من الضيقة العظيمة، دول الذين أتوا من الضيقة الإيه؟ العظيمة. لكن خلاص سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، مفيش يبقى حزن ولا ألم ولا وجع، فبيعيش الإنسان فرحان سواء هو على الأرض فرحان، يتطلع للسماء هيبقى فرحان برضه لأن هو عايش في السماء. أما سيرتنا نحن فهي فين؟ في السماويات. وكل ما بيقرب بيشتاق أكتر، عشان كده لما بيقول له في الآخر نعم يقول الشاهد بهذا أنني آتي سريعا، فيقول له الروح والعروس يا فلان تعال، ومن يسمع فليقل تعال. أمين تعال أيها الرب يسوع، مشتاق أنه يجي عشان يعاين الأمجاد الكبرى في السماء ويعيش في المجد الموعود به، لأن هذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية. انظروا هي المحبة أعطانا الآب حتى ندع أولاد الله، فإن كنا أولاد الله فنحن ورثة، ورثة معه، مسكننا معاه في الأبدية. هذه الحقيقة لو غابت عن أذهاننا لتوب كثرت أمراضهم الذين أسرعوا وراءها إلى آخر. لو فقدنا هذه الرؤية وهذه الحقيقة وهذا اليقين نتوب، سواء في حياتنا سواء في خدمتنا سواء في كل حاجة، ولكن دي دايماً بتكون قدامنا وأعلنها لنا وعلمنا إياها القديس يوحنا لكي نتمتع بها، فرصة نتمتع بالآن. عشان كده أقول أكتب إليكم هذا ليكون لكم شركة معنا، وأما شركتنا فيها مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ولكي يكون فرحكم كاملا، إن أراكم فتفرح قلوبكم أو نفوسكم، ولا يستطيع أن ينزع أحد فرحكم منه أو ولا ينزع أحد فرحكم منه، لأن إحنا فرحنا في السماء. الأرض مش هي مصدر الفرح، وإن كنا عايشين فيها فرحانين طول ما إحنا مع المسيح لو المجد. إحنا في عيد القديس يوحنا الحبيب فرصة بنتأمل سيرته وتعليم الإلهية ونستمتع ونفوق ونتطلع إلى غاية وجودنا وإلى الوعد اللي إحنا موعودين به في الحياة الأبدية مع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد.
نفسك. أنت الآن وهذا ما يسدنا من طول صلى الله عليه وسلم. أنت الذين يعملون في كائنة كل زمان في كائنة ستة مقدسين في القطع الأرض والبطحة والبطاعة الظلم. الآن نصر من صلاةك بحب الله عبيدك أخواتي وضعفي نحن الخبائك برؤوسنا من عندك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك وقطع عنا كل ربطات خطايانا. إن كنا قد أخطأنا إليك بشيء بأن أو غيرنا أو جزر قد أو فعل أو قرأ أو صلى الله. أنت يا سيد العرب ضعف البشر فصالح وحب البشر اللهم لنا كل المفرات خطيئة باركنا وطهر محلنا لنا خطة ولا الشركة موهبة عطية الرب القدس تكون مع جميعكم. انتم بالسلام.